السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من جرائد نستهلها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الراية، ماتشالا مدرب الأهلي، نقاط الجيش تضمن المربع، فيتشر القدرية، حسين عموتة مدرب السد نسعى لاقتناص الوصافة، في العرب القطرية جيريتس نسعى لحسم اللقب بالفوز أو التعادل، في الشرق باولو سيزار كلاسيكو مرتقب والدوافع مختلفة، في الراية غونزاليس الريان سيقاتل من أجل البقاء مع الأقوياء، علاء الدين قريعة كتب في العرب القطرية كي لا تسقط ورقة التوت، عربيا عبدالله الفضلي كتب في القبس الكويتية هل خرجنا قبل أن تبدأ آسيا، في المدى العراقية حكيم شاكر العراق سيذهب لأبعد نقطة بكأس آسيا، في الرياض السعودية كارينيو مدرب النصر قبل مواجهة الشباب الليلة لا نفكر بلقب الدوري، عبد العزيز بن علي الدغيثر كتب في الجزيرة السعودية هل يحسمها النصر الليلة أم يؤجلها لبريدة، في البلاد البحرينية عيسى السعدون مدرب الرفاع الشرقي قبل مواجهة فريقه أمام لبسيتين الليلة في نهائي كأس ملك البحرين لست مغرورا حتى أفتح الملعب أمام لبسيتين، في الأيام البحرينية كريسو مدرب لبسيتين أطمح إلى كسر النحس، في الدستور الأردنية الأمير علي من المؤسف أن ترى ملاعبنا أحداثا غير لائقة بالروح الرياضية، في الجمهورية المصرية من يحكم الأهلي طاهر أم المعلم، في الأهرام المصرية انتخابات الزمالك اليوم فوق صفيح ساخن، في الصباح التونسية ليكنز مديرا فنيا لمنتخب تونس، عالميا في التلغراف البريطانية باريس سان جيرمان يريد أوسكار وهازارد، في آس الإسبانية جماهير الريال أعيد لنا كاسياس، في سبورت الكتالونية الإصابة ترفع من احتمالات بقاء فالديز مع البارسا، في فقرة غريب عجيب طائرة صغيرة تحلق فوق أولد ترافورد والرسالة موز آوت. جولة حاسمة في دوري نجوم قطر إذن يترقبها الجميع، ما ستسفر عنه نتائج الجولة وخاصة موقعة الأخوية وأم الصال حيث يبحث الأخوية عن نقطة التتويج باللقب، فيما يلعب الريان مع العربي في كلاسيكو مثير، ويلتقي الأهلي مع الجيش والسد مع السيلي. أما عربيا ينتظر عشاق النصر السعودي اليوم تتويجه بلقب دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، حيث يبحث عن نقطة الفوز بالدرع أمام الشباب في قمة مثيرة. وفي البحرين تقام مباراة نهائي كأس ملك البحرين بين الرفاع الشرقي ولبسيتين، وعالميا تداعيات خسارة ريال أمام إشبيلية والمطالبة بعودة كاسياس لحراسة مرمى الفريق الأبيض في كل المباريات. كل هذه الموضوعات مشاهدين الكرام سنتناولها في حلقة اليوم، ولكن البداية من دوري نجوم قطر. تنطلق اليوم الجولة 24 لدوري نجوم قطر، الأخوية يبحث عن نقطة التتويج في مواجهة أم الصال، والريان يأمل في الفوز على العربي للابتعاد عن منطقة الخطر، ويخوض الأهلي اختبارا صعبا أمام الجيش، وتجمع المباراة الرابعة فريقا السد والسيلية. البداية من مباراة الأهلي والجيش. التونسي لسعد الشابي المدرب المساعد للجيش أكد أن الأهلي فريق كبير، ولكن فريقه سيبحث عن الفوز وهدفه مركز الوصيف. أما تشيكي ميلان ماتشالا فتحدث عن المواجهة من خلال السطور التالية: أشعر بالقلق بسبب عدم اكتمال الصفوف، ولدي كثير من الغيابات في الفريق خاصة غياب اللاعب بيدرو في الدفاع، وهو ما سنفتقده كثيرا بسبب العقوبة المسلطة عليه، إضافة إلى القلب النابض للفريق مجتبى جباري وإمكانية مشاركته ضئيلة جدا،
ستواجهنا العديد من الصعوبات في مواجهة اليوم بالنظر للمستوى الكبير الذي يتمتع به فريق الجيش الذي هو بدوره يطمح لإنهاء الموسم وصيفا للبطل، ونحن بدورنا لن نتنازل عن نقاط المباراة لأنها مواجهة المربع وحظوظنا ما زالت قائمة في ذلك، كما أن الجيش سيكون تركيزه أكثر على المباراة التي تنتظره في الآسيوية من أجل تحقيق الفوز وضمان بطاقة التأهل بنسبة كبيرة. إلى مباراة السلية والسد، التونسي سامي الطرابلسي مدرب السلية أعلن أن جميع المباريات المتبقية تكتسي أهمية كبيرة، وأشار إلى أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز، خاصة أنه يحلم بإنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار. وعلى الجانب الآخر، حسين عمونتا مدرب السد اعترف بصعوبة المهمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفريق سيقاتل من أجل الفوز من أجل وصافة الدوري. المواجهة ستكون حماسية، وأتمنى أن يقدم الفريقان مستوى قويا يمتع الجماهير. كل مباريات الدوري صعبة جدا، أن الدوري قد أصبح في خزانة الإخوية بنسبة كبيرة والأمور شبه محسومة. وقال إن السد سيدخل مواجهة اليوم من أجل تحقيق النقاط الثلاث والمحافظة على مركز الوصيف في الدوري. كل المواجهات المقبلة في غاية الصعوبة، ويجب علينا الفوز بها جميعا. أتمنى أن يظهر الفريق بمستوى أفضل وأن يقدم كل لاعب ما هو مطلوب منه على أرضية الميدان. ومواكبة لأبرز أخبارنا المحلية، يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ عامر تتاوي نائب رئيس القسم الرياضي بجريدة شرق قطرية. راح فيك بداية أستاذ عامر، جمعة مباركة. أهلا وسهلا، جمعة مباركة. أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين الكرام. بداية دعنا نتحدث عن صراع الجيش والسد، هما أعلنا الاستسلام، ويبدو أن هذا الأمر المنطقي في ظل حاجة الجيش فقط الأخوية فقط لنقطة واحدة لكي يتوج بلقب الدوري، وبالتالي برأيك من سيحسم صراع الوصافة؟ بالتأكيد عبد الرحمن، الآن يعني الكرة في ملعب الأخوية، بالتأكيد الأخوية يحتاج إلى نقطة واحدة من 9 نقاط محتملة حتى الآن، يعني وبالتالي في هذه الجولة 24 أعتقد أنه الأمور الآن باتت رهينة بيد الأخوية. إذا حقق الأخوية هذه النقطة بالتأكيد لا جدوى من صراع الجيش والسد، ولكن هو بالتأكيد صراع تحسين مراكز، صراع